بما ان احنا بنتكلم عن الفن، فخلونا نعود بقى هنا للحالة التقليدية لو صح التعبير في الفنون بعيدا عن الميتافيرس. هو مهم جدا قوي خالص انه المنتج الفني او المنتج الفكري بتاعنا، لانه الفن مش مجرد شوية ضربات بفرشة على مسطح فاضي خالص، فكرة وفلسفة وتراكم كبير علشان يبقى بجد فن، ما يبقاش اي كلام فاضي وخلاص. وعليه بيبقى شيء رائع جدا انه يتم تقدير هذا الفن من الخارج والداخل، مش بس من الداخل. يقول لك لا فارق معانا يعني موضوع برد. طبعا فارق. انت بتتكلم هنا على فنك وعلى فنانينك، ان هم يبقوا معروفين ومقدرين جدا في بلاد بره، زي ما المفترض ان احنا نقدرهم جدا ونرفعهم على الهامات لو صح التعبير. صحيفة تايمز اللندنية الشهيرة ذائعة الصيت نشرت على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي هذه اللوحة، لوحة القرية لفنان مصري هو محمد صبري بسطاوي. وبالمناسبة بسطاوي ودي صورته هو بيشارك بيها في مزاد بونامز. فاللوحة مقدرة فعلا، ويعني أقدر أقول بذائقة فنية على قدي. اللوحة واضح أنها حلوة إلى أن نقف أمامها كتير ونتوقف ماليا حتى نتذوقها، كما يجب أن يتم تذوق منتج فني على ما يبدو أنه بصراحة رائع. وحكاية اللوح دي بالذات أنا اتعلمت حاجات كتير جدا من أمي بصراحة، بس حكاية الفن التشكيلي ده بالذات أنا تذوقته بسبب أبويا الله يرحمه الفنان التشكيلي محمد صبري البسطاوي. أهلا 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 أهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف. إزيك؟ سعيد يعني بوجودي معك. لا يعني أنا اللي سعيد إن أنا بكلمك، لأنه أنا زي ما بقولك أنا من الناس التي تقدر الفن التشكيلي جدا. واضح جدا. ولا والله ولا واضح ولا حاجة، ده أنا على قدي خالص، ما تدينيش أكبر من حجمي إطلاقا. والله أنا بكلمك بجد، أنا كل الحكاية أنا شخص محب للفنون يعني بشكل عام، وزي ما كنت بقول أنا وأنا شايف اللوحة حتى وهي من بعيد عبر الشاشة كده زي ما بيتقال، واضح واضح إنها لوحة مهمة، مش بس مسألة لوحة حلوة، قصة حلوة دي تتقال على حاجات تانية، لكن دي لوحة لوحة. أولا قبل الجايزة الأهم بالنسبة لشخصي المتواضع، اشرح لي لوحة القرية. والله هي أعمالي بتدور في الفلك المصري، يعني أنا متأثر جدا بالحضارة المصرية القديمة. واضح. والجداريات المصرية والمنظور المصري للحياة يعني بشكل عام يعني. وأنا ابن وادي النيل يعني، أنا والدي من الأقصر وأمي من رشيد. الله الله، ده أنت من جنوبها لشمالها أو من شمالها لجنوبها. أيوة، من المنبع للمصب يعني. أحسن ناس. ففي تأثير بصري كبير جدا حصل لي يعني من خلال طفولتي في القرية وكده يعني. وطبعا تم دعم ده بدراستي في كلية الفنون الجميلة، وأنا دكتور في كلية الفنون الجميلة في اسكندرية، جامعة اسكندرية، وانا تخصصي النحت اصلا. ولكن انا في تاثر يعني طول عمري بحب اعمل كل ما هو له علاقه بالفنون يعني، سواء كانت رسم، تصوير، نحت، ايا كان الحاجه اللي اقدر اعبر بيها يعني. ففي العمل ده انا اشتغلت على منظور القريه ومنظور الحمايه في نفس الوقت، ان في هجره من مكان لمكان وفي محارب واقف يعني مش ماسك الدرع بتاعه. الجميع في اتجاه واحد، وفي النهايه في واحد محارب واقف باصص لهم يعني، بمعنى مفيش خوف يعني، احنا الارض ارضنا يعني. وماسك الدرع المصري بتاعنا. والعمل فيه الوان يعني لونين بين السخن والبارد، اللي هي درجات الازرقات والاحمرات. ومساحته كويسه، وفي اللاين بتاعي انا شغال على الاتجاه ده من وانا طالب. يعني عايز ااكد على حته المصريه في شغلي، وعايز أأكد على إن إحنا كنا تابعين بلاد وحضارات كتيرة جدا في التعبير وفي الرمزية،
لان المنظور المصري ما كانش منظور ثلاثي الابعاد، ولكن كان منظور متوازي. يعني هو كان عنده حاجات فوق بعضها، الارض وبعدين الانسان وبعد كده الطيور، ما كانش عنده البعد الثالث في الاعمال في الجذريات يعني. فده تاثري في العمل يعني. بس فطبعا كانت مفاجاه كويسه جدا وعظيمه، ان يعني جريده عالميه لها تاثير وانتشار واسع جدا، ان هي تختار العمل بتاعي من معرض كبير فيه اسامي كبيره جدا، محمود سعيد باشا، عبد حامد ندى، ضياء العزاوي من العراق، فايق حسن، يعني ناس كتيره جدا من العالم العربي، ان هي تختار عمل ليا. فده كان يعني حاجه كويسه للفن المصري عموما يعني، بالذات للجيل بتاعنا احنا يعني. هي حاجة بصراحة أكتر من رائعة يعني، فعلا مش هزار. واللوحة اتباعت ولا لسه؟ اتباعت الحمد لله. ما شاء الله. طب تاتش وود أولا، بس قول لي الرقم ثانيا. الحمد لله يعني قول لي الرقم يعني. مش عشان الضرايب، قول لي لا لا الرقم لا لا علشان نفرح اتباعت. بيك. لا 6000 استرليني هو رقمها، كان يعني هو كان لها يعني سعر، فهي اتباعت بالسعر اللي كان مكتوب لها يعني 6000 استرليني. وبس ده يعني مش أول مرة، دي تالت مرة ليا يعني الحمد لله. بس هو المرة دي الانتشار ده تم عشان الجريدة نشرت العمل بتاعي، فده كويس يعني، يعني الحمد لله يعني. احنا كده نحوش علشانك بقى دكتور ولا ايه؟ لا لا ده انا احنا غلابة. لا ما هيجي وقت. بص استنى برضو ايه يعني، بشكل او باخر استطعت الحصول على لوحة للرسام بهاء، ف طبعا. واللوحة دي موجودة في اكتر مكان بحبه في بيت والدتي، ايوه فما اقدرش ايوه احركها من البيت عندها مع ان اللوحة دي بتاعتي انا يعني. لا 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 فانا لا بقى لا ايه، كل ما حد يكلمني اقول لهم يا جماعه انا عندي لوحه للفنان بقى ده، انا لو نزلتها مزاد والله لاكسب مبلغ من اللي هو. فانا من لا دلوقتي ابدا اعمل حسابي ان انا ايه، احوش عشان انزل مزادات اخد لوح محمد صبري بسطاوي. تحت عمرك يعني. هو الاعمال هو التقييم بيبقى لي يعني دي ابعاد كتيره، فانا يعني هو تقييمي انا شاب يعني ولسه بنتشر عالميا يعني بشكل عشان تمام. كده قلت لك انا هحوش، لان انا فيعني اكاد في اكون المستقبل ان شاء متاكد. الله هيبقى استثمار كويس. لا انا اكاد اكون متاكد انه الاهم بالنسبه لي هو ان انا اشوف اللوحات بتاعتك موجوده في افضل الاماكن باغلى الاثمان. الحمد لله يعني الحمد لله. ده مهم ليه؟ لانه هو الفن فعلا لا يقدر بالمال، لكن تقدير الناس لهذه اللوحة هو اللي يهمني جدا. فالتقدير الأدبي من وراء عرضها في التايمز ده مهم أوي ده أوي مهم أوي جدا، أوي، ده مهم أهم جدا. من 6000 استرليني والله. لا يقدر بفلوس ده يعني، لان ده قيمه ادبيه وقيمه معنويه كبيره جدا ليا، وانتشار كبير كمان، لان طبعا بيبقى هتروح ناس كتيره جدا، ويعني حصل سوكسي حلو ليها يعني، حتى على السوشيال ميديا ناس كتيره جدا مقتنيين من العالم كله نشروها، فده كان ده حاجه كويسه ليا يعني الحمد لله يعني. طب قول لي، فنون جميلة خلصوا الترميمات بتاعة الواجهة وإعادة ترميم المبنى ولا لسه؟ فنون يعني جميلة شغالين اسكندرية. يعني على قدم وساق طب يعني. هي الحكاية طولت، أنا أنا بس بقول لك يعني وأنا عارف إنك مش أنت المسؤول، على المسؤولين عن كلية أنا الفنون بشوفك، الجميلة أنا يسخنوا بشوفك حبة. في رشدي دايما. الله، ده إحنا جيران بقى. أيوه جرين، بس يعني بسيبك عشان ما يعني لا ما أتصور تسيبنيش ولا حاجة. المرة الجاية، صفر لي. إحنا لا نطول حاضر، ولا إيه؟ الله انا يخليك ما يا طولش، رشدي، ربنا يخليك. ارجوك المره الجايه لازم. بص انا هاخد لا إن تليفونك شاء الله، وهنتقابل. خلاص لا ماشي. نتقابل والله، اتشرف يعني، في ونقعد واحد مع بيقف بعض. بتاع توت على الناصيه، هنقف نقزق شويه توت. تعرف بتاع التوت اللي على الناصيه ولا لا؟ ايوه. هنروح نقف عند بتاع التوت. لا يعني بلدك ومكانك وفي اي وقت يعني تحت امرك. اتشرف اتشرف والله، لان هاخد تليفونك من زملائي وهتصل بيك كده، لازم نتقابل حقيقي. تحت انا امرك بشكرك حبيبي. جدا 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 يا دكتور، كل الشكر لفناننا التشكيلي الرائع اللي فرحنا بانه تشكيليين وفنانين ورسامين ونحاتين يكونوا مقدرين من كبريات الصحف، دي حاجة مهمة قوي جدا خالص.